تفاصيل جدا جميلة وناعمة. فائدة الكهرب والموس ما شاء الله. إضاءات جدا جميلة. نشوف الأحواش أول شيء. ناخذ جولة على الحوش أول شيء وبعدين نرجع على الفيلا. احنا في إطلالة طبعا في الجانبية جدا جميلة. ما أدري بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فيلا حياة. هذه فيلا العرض طبعا. مدخل الصالة عندنا تشطيبات كلها ما شاء الله ديكورات. بعدين أقول لكم مين اللي هي ميلانو. وهذه طاولة الطعام طبعا. هنا التفاصيل جدا رائعة وجميلة. لاحظوا دورة المياه. بسم الله. يا سلام على التشطيب التشطيب التشطيب. لمسات رائعة جدا. بدون الجولة وصل السيارة طبعا. منطقة تحت الدرج بشكل جميل جدا. هذا الصالون هنا جدا رائع. وهذا المطبخ المفتوح. هذا الديرتي كيتشن ما شاء الله. طبعا كلهم مطابخ ميلانو. الله يبارك لهم ان شاء الله. وهذا عندنا المرسلة مثل ما نشوف. هذا ستور جدا جميلة. مساحة الأرض طبعا 305 غرفة الخادمة جدا معقولة وجميلة. خارجية مقابل الدرج مثل ما نشوف جدا رائعة وحلوة وكاسرة. فيها خصوصية في نافورة صغيرة هنا. تشطيبها جدا رائع. اختيارات جدا جميلة. هذا الحجر اسمه تندرا. عندنا هنا أربع غرف نوم تقريبا. ونفس الشيء الإطلالة هنا مثل ما نشوفها تجي على نفس الجلسة الخارجية. هذه نمشي لأول غرفة نوم إن شاء الله ونوريكم إياها. غرفة النوم الأولية. الغرفة الثانية هذه كينج سايز. هذه غرفة أولاد. ديكورات جدا جميلة ورائعة. وهذا دورة المياه جدا كبيرة وممتازة. تفاصيلها جدا جميلة. وهذه ماستر. الماستر الصغيرة مو الماستر الرئيسية. نروح الماستر الرئيسية الحين. وهذه الخزانة حقها. وهذه دورة المياه معقولة جدا. ما شفنا هناك غرفتين. وهنا الغرفتين الأخرى اللي هي غرفة الماستر الرئيسية اللي هي هذه ما شاء الله جدا رائعة. ونفس الشيء الإطلالة تروح على الجلسة الخارجية. هذه تفاصيل غرفة النوم جدا رائعة. وعندنا تسريحة هنا والخزانة ودورة المياه. بتكون كبيرة طبعا مثل ما نشوف مقسمة بشكل جيد جدا. هذا الكرسي وهذا الشاور. أنا بغرفة النوم مباشرة غرفة الطفل اللي تكون أيضا ماستر لكنها غرفة طفل مصممة. دورة المياه تابعة لها محدودة جدا جميلة. الإضاءة جدا ممتازة مثل ما نشوف. اللاندسكيب هنا جدا رائع وجميل مع المظلة. هذا